وعلى مهرجان أذنى، مهرجان فتي، مهرجان قاعد يتحسس في موقعه مباشرة مع سي مهذب قرفي مدير مهرجان أذنى وهو المندوب الثقافي الجهوي للشؤون الثقافية. أهلا وسهلا بك سي مهذب، مرحبا بك على موجة الإذاعة الوطنية. مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الوطنية. مرحبا بك. نحكيو على مهرجان أذنى، البارح كان حفل الافتتاح، افتتاح المهرجان في دورته الرابعة بإمضاء الفنان رؤوف ماهر. خليك سي مهذب تحكينا على بقية العروض، خصوصية الدورة هذية، وطبعا شنو العروض اللي ما زالت. شكرا مرة أخرى على الاستضافة. والله الحقيقة هو كما قلت أنت مهرجان فتي في دورته الرابعة، تنظم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية بن عروس بالتعاون مع وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والمعهد الوطني للتراث. حبينا يكون مهرجان متميز فيه الطابع التونسي، معناتها بدينا مجمل معناتها أنواع الموسيقى والتعبيرات الموسيقية بصفة عامة. البارح كان العرض من بداية العرض الافتتاح بالفنان رؤوف ماهر، وكان عرض مشهود تقريبا 6000 متفرج، معناتها طاقة الاستيعاب فاتت طاقة الاستيعاب بتاع المدرج المسرح الروماني بأذنى، وتعدى في ظروف طيبة حقيقة ونال استحسان المشاهدين. العرض الثاني باش يكون تقريبا يوم الاثنين 29 جويلية مع الفنان زياد غرسة، ثم يوم 1 أوت مع الفنان مرتضى، 2 أوت مع الفنانة ألفة برمضان، 3 أوت مسرحية روضة العشاق لمركز الفنون الدرامية الروحية ببن عروس إنتاج محلي جهوي، والاختتام باش يكون مع عرض الزيارة يوم 5 أوت إن شاء الله. سي مهذب، اللي لاحظته يعني فما العروض الأجنبية استغنيتوا عليها في الإديسيون هذي؟ لا مش مستغنين عليها، ولكن هو الطابع الدولي للمهرجان ما فماش، يعني كلها عروض تونسية. احنا سنا شوف احنا سنا بالتنسيق مع وزارة الثقافة لخصوصية المهرجان سميناها مهرجان أذنى، ناحينا الدولي ناحينا المحلي ناحينا الوطني، مهرجان أذنى حبينا يكون عنده خصوصية واضح باش يفرض روحه معناتها في وسط المهرجانات. في الدورة الرابعة يكفي انك تكون مهرجان أذنى تعرف خصوصيته وتعرف شنو يعني هذا على ما انتهى للخصوصية، مش معناها مراجعة الاختيارات او ميزانية. لا 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 للخصوصية، مهرجان أذنى يعني ثم اختيارات تاع موسيقى تونسية، موسيقى جادة، موسيقى ترفيهية، معناتها تحكي عن تتناغم مع الخصوصية تاع الموقع التاريخي والثراء الحضاري اللي يدعم به الموقع هذاك، ثم انه باش نتبعوه. معناتها انا نتصور ان لا يعني لي معناتها كلمه دولي او وطني كذا، المهم انه يكون مهرجان كي تكون مهرجان أذنى ان شاء الله في الدورات السابقه ان شاء الله حيين بخير يكون عنده خصوصيته معروفه مهرجان أذنى. أيه. هذا هو هو مهرجان فتي قاعد بشوي بشوي يكبر ويشد ثنيته، وإن شاء الله يمشي على خطى مهرجانات عريقة ويولي مميز في خارطة المهرجانات التونسية العربية الدولية، ينجم يصنع ماتاسيتو من غير ما يكون عنده الطابع الدولي، ولكن يبدأ عنده خصوصية المهرجان. 30 كيلومتر على العاصمة، نجم نشجع الناس يمشي ويتفرجوا على خطر المسرح في حد ذاته، الفضاء في حد ذاته رائع جدا. أنا الحق حضرت له وشفت المكان، فمن أحلى الأمكنة اللي عندنا في تونس. هو المدرج أو المسرح الروماني هذا هو الثالث بعد كارتاج والجم، كان تاريخيا قبل في التاريخ يهز 17,000 متفرج، توا وقعت تهيئته يعني الحفريات تهز 6,000، البارح تقريبا المدرجات كلها معبية تقريبا 6,000 أو أكثر شوية، ان شاء الله يكون في المستقبل اللي عنده صوره او ازاحه، ما نحبش نقول ازاحه، ولكن يكون كارتاج او يثبت وجوده. يثبت وجوده. يعني نقول ان شاء الله بالتوفيق. سينوم بخلاف المهرجانات هو على طول السنه مفتوح المسرح، هو مفتوح للتظاهرات، وكانت تشرف عليه وكانت تحيه التراث والتنميه الثقافيه والمعهد الوطني للتراث، تقيم به عديد التصوير للأفلام والكليبات والحفلات الخاصة معناتها اللي تبرمجها الشركات الخاصة،
موضوع على الذمة وفق شروط معينة، معناتها أهمها الحفاظ على الموقع كموقع تاريخي معناتها، ثم ناشط هو بحقيقة. ولكن مساهمة المندوبية هي مساهمة في الصيف، لأنه الجمهور يجي أكثر ما يمكن في السنة، وهي معناتها خلق عادة لخلق عادة لزيارة الموقع هذا، وخلق خارطة ثقافية يعني كما نقوله بالمسلك السياحي، حتى يتم مساهمة المندوبية في معناتها جعل المواطن التونسي يزور وجهة، يولي المسرح وجهة للمواطن وأسهل يعني. خاطر أنا حبيت نحكي زادة على اللوجستيك تاو، نحكي كيفاش الأكسي يمشيوا للمسرح، هل أنه فما وسائل النقل، هل أنه يعتمد الإنسان باش يمشي غادي على وسائل النقل الخاصة به، هو كيفاش يوصل للفضاء؟ تقريبا 80% وسائل النقل الخاصة. احنا سنا بالتعاون مع الإدارة الجهوية للنقل بن عروس وضعنا 4 حافلات على ذمة الزوار من مرناق، من المحمدية، من بن عروس، من حمامنا وغيره. معناتها هذا وجب التفكير فيه مستقبلا، انه نعمله خط معناتها صيفي للولوج للمهرجان هذايا. خاطر فما الناس ما عندهاش وسائل نقل لكن تحب تمشي للمسرح. وحاجه ممكن المضيئه في الموضوع انه سي مهذب تعرف انت العروض الصيفيه والمهرجانات باهي تكون فما الا مركزيه العروض، انه فما حظ للمنطقه المحمديه مرناق، المنطقه اللي غادي القريبه من اذنا انها تنجم وتتمكن باش يمشيوا ويتفرجوا في عروض ممكن بعيد عليهم في بلايص اخرين، في حمامات، في والله قرطاج. احنا جمهورنا تقريبا 70 ولا 80% من جمهور المنطقه بالضبط، مع تمديد هناك الخليديه، ولكن ثم زوار يجونا من ولايات مجاوره ويجونا من تونس العاصمه وكذا. هذا معناتها الوجب التفكير معناتها مستقبلا في الدورات السابقه في خلق معناتها شبكه نتاع النقل اللي يتم خلالها الولوج الى المسرح هذا، وان شاء الله نخمموا فيه في دورات سابقه دورات لاحقه ان شاء الله. ان شاء الله في دورات لاحقه ونحكي وقتها على يعني سهوله انه نمشي وغادي ويكون مفتوح لكل المواطنين اللي عندهم كراب واللي زاد ما عندهمش كراب، تبدا فما وسائل نقل متوفره. شكرا ليك سي مهذب قرفي المندوب الجهوي للشؤون الثقافيه ومدير مهرجان اذنا في دورته الرابعه. موفق.